صحيح. الرئيس السادات عليه رحمة الله وهو بيعلن بيان النصر بيقول: سيأتي يوم نحكي لأبنائنا وأحفادنا وأجيال من بعد أجيال ليست دروس الفخر والفخار بالعسكرية المصرية وما أنجزته، ولكن بما يمكن أن يبنى عليه. بصوا الراجل كان قد إيه سابق عصره في النظر للي جاي. وبالفعل القوات المسلحة المصرية اللي خاضت هذه الحرب اللي بتدرس عالميا بكل تفصيلاتها كواحدة من الحروب المهمة جدا والملهمة جدا في قيامها، هي نفسها القوات المسلحة اللي بتقود كل حروب التنمية والبناء والنماء في الوطن. هو ده الربط العبقري. يعني تما شوف المشهد ده. مشهد انت كنت الاول عايز تحرر ارضك. ولكن انت عايز تحرر ارادتك دلوقتي. بالظبط. انت في معركة التنمية هي معركة تحرير الارادة. لان من يملك رغيفه يملك مصيره. صحيح. انت يعني هذا التوجه الصادق جدا جدا للمستقبل، انك انت وانت ماشي في الصناعه، ماشي في الطاقه، انت ماشي في الزراعه، اللي ناس كتير جدا كانت متصوره ان لا مصر مش بلد زراعيه، ده لازم تبقى بلد صناعيه، ده هي بلد زراعيه صناعيه تنمويه. صحيح. فالمعركه اللي انت بتاخدها من اجل الاجيال القادمه الان هو والله معركه انت بتهدم بيها جدار اعلى بكثير واقوى بكثير من جدار برلين. جدار معنوي، انك انت تستطيع ان تقود تنميه وبندفع فواتير وعارفين ان تحديات صعبه، عارفين ان اولادنا هم اللي هيستمتعوا بنتيجه هذه الفواتير، هيبقى في مستقبل مشرق لمصر باذن الله.